السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبيبي هناخد قصة جديدة بتتحدث عن اللغة العربية ومراحل تطورها وكمان أنواع الخطوط وأسمائها. يلا مع بعض نبدأ بقراءة القصة. مسرح المدرسة. أقامت مدرستنا حفلا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر، وكان احتفالا عظيما، إذ بدأت مراسم الاحتفال بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية وجمالها. ولدى دخولي أوضحت لنا المعلمة أننا سنمر بأربع مراحل حتى نتعرف أصالة لغتنا وتاريخها على مر الحضارات. طبعا المدرسة عملت حفل كبير علشان اليوم العالمي للغة العربية، وكان اليوم ده 18 من ديسمبر، وكان احتفال عظيم جدا. بدأ الاحتفال ده بكتابة عبارات عن جمال اللغة العربية وروعتها، وأول ما دخلنا المعلمة بدأت توضح إن احنا هنمر بأربع مراحل علشان نتعرف على أصالة اللغة وكمان تاريخها على مر الحضارات. يلا مع بعض نشوف أول مرحلة. في البداية كان هناك خطاط يكتب أسماءنا بمختلف الخطوط العربية ويشرح لنا تاريخ الكتابة وأصل الخطوط وأنواعها، وأهم ما ذكره أن الخط العربي سلك طريقه في رحلة طويلة حيث نشأة عادية، ثم سرعان ما تطور بتطور الحضارة إلى أن وصل لحد الإبداع. طبعا في البداية كان في خطاط ده اللي هو بيكتب إيه بخط جميل، كان بيكتب أسماء التلاميذ بمختلف الخطوط العربية، وكان بيشرح لهم أصل الكتابة وأصل الخطوط، وكمان بيقول لهم أنواع الخطوط دي إيه، وقال إن الخط العربي سلك طريقه، يعني مشي في طريقه في رحلة طويلة، بس إيه اتطور بسرعة مع تطور الحضارة لحد ما وصل دلوقتي لحد الإبداع. وحملت الخطوط العربية أسماء المدن أو الأشخاص أو الأقلام التي كتبت بها، ومن أهمها النسخ والرقعة والكوفي والفارسي والديواني والثلث وغيرها الكثير. وطلبت منه أن يكتب اسمي بالخط الكوفي على لوحة لأعلقها على باب غرفتي. والخطاط ده قال إن الخطوط دي حملت أسماء، يعني كان سبب تسميتها المدن اللي كتب فيها أو الأشخاص اللي كتبوها أو أسماء الأقلام اللي استخدمت في كتابتها، وكان ذكر لهم بعض أسماء الخطوط. أسماء الخطوط اللي هو ذكرها خط النسخ والرقعة والكوفي والفارسي والديواني والثلث، وكمان في خطوط تانية كتيرة. والبنت طلبت منه ان هو يكتب اسمها بالخط الكوفي علشان تعلقها على باب غرفتها او حجرتها. ثم انتقلنا للمحطة الثانية، وفيها مررنا برجل يحمل على كتفيه صندوقا يطلق عليه صندوق الفرجة، فتعجبنا منه فحكى لنا قصته قائلا: منذ سنوات طويلة اختفت مهنتي، فقد كنت أحمل على ظهري صندوقا خشبيا مستطيل الشكل يحوى عجائب الصور وغرائب القصص. طبعا هنا انتقلوا بقى للمحطة الثانية، سابوا الخطاط وراحوا للمحطة الثانية اللي هي كان فيها مين؟ كان فيها رجل بيحمل صندوق على كتفه اسمه صندوق الفرجة. فطبعا دي مهنة غريبة قوي واختفت من زمان، فهم تعجبوا فقال لهم ان انا كنت بمشي وعلى ظهري الصندوق خشبي على شكل مستطيل كان فيه عجائب الصور وغرائب القصص. جوه الصندوق ده بيعرض منه
الصور والقصص الغريبة. وأسير به في الشارع وأردد عبارات شعبية طريفة. وقام هذا الرجل باستخدام الصندوق وروى لنا قصة من التراث من قصص كليلة ودمنة، وقمنا بالتقاط الصور معه، وانتقلنا بعدها إلى المسرح وقد امتلأ بالعديد من الشعراء الذين قاموا بإلقاء الأشعار الفصيحة، وتهللت وجوه الجميع لفصاحتهم وأدائهم المميز. طبعا هو بيقول لهم إن هو كان بيمشي بيه في الشارع وبيفضل يردد عبارات شعبية طريفة، والرجل ده قام بعرض قصة قديمة من قصص كليلة ودمنة باستخدام ايه؟ الصندوق، وطبعا اتصوروا معه. وبعد كده راحوا لمسرح المدرسة اللي كان فيه كتير قوي من الشعراء اللي هم بدأوا يقولوا أشعار طبعا بلغة عربية فصيحة جميلة. طبعا الجميع كلهم تهللت وجوههم، يعني فرحوا وضحكوا علشان أدائهم المتميز وإيه وفصاحتهم. وفي الختام تحدث مدير المدرسة عن اللغة عامة واللغة العربية خاصة، وكان حقا حديثا شائقا. وأكثر ما لفت انتباهي في حديثه أنه قال إن اللغة بشكل عام وسيلة التواصل الأولى بين البشر، ومع تعدد الشعوب والأجناس والقبائل تعددت اللغات، وأصبحت كل لغة تعبر عن ناطقها وتشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخهم وثقافتهم. فاللغة هي هوية الإنسان والشيء المعنوي الذي يدل على انتمائه وعرقه وثقافته. طبعا في النهاية مدير المدرسة اتحدث عن اللغة عامة، يعني اتكلم عن كل لغة، اللغة بصفة عامة بس، واختص ايه اللغة العربية، وكان حديثه ممتع جدا. واكتر حاجة لفتت انتباه التلاميذ انه قال ان اللغة هي وسيلة التواصل بين البشر. طبعا بدون كلام محدش هيقدر يفهم التاني، بدون لغة معينة، يعني انا بتحدث لغة عربية وانت بتتحدث لغة عربية، طبعا انت فاهم كلامي وانا فاهم كلامك، فيبقى في بيننا تواصل، اقدر اقولك على حاجة انت تفهمني وانا افهمك. وطبعا مع مختلف الشعوب والاجناس، طبعا في شعوب كتيرة واجناس مختلفة، طبعا اللغات متغيرة. طبعا انا بقى احنا هنا في مصر بنتحدث بالعامية، مثلا هتلاقي في امريكا بيتحدث انجليزي، تلاقي مثلا في دول مثلا خليجية بيتحدثوا بالفصحى او بالخليجي، يعني كل منطقة وكل شعب وكل قبيلة وكل مكان على الكرة الارضية كلها ليه لغة مختلفة، وكل لغة بتحدد شخصية الانسان وهويته. يعني مثلا طريقة كلامي بتعرفك انا منين، يعني انا لما بتكلم بالطريقة دي اللي قدامي يعرف على طول ان انا مصرية من مصر، صح؟ إيه لو انت شفت واحد بيتكلم انجليش هتعتقد ان هو من امريكا، لو واحد بيتكلم روسي يبقى من روسيا، يبقى واحد بيتكلم الماني يبقى من المانيا. يبقى هي اللغة اللي بتحدد هويتي وشخصيتي والمكان اللي انا مولودة فيه او جاية منه، وكمان هتقدر تحدد تاريخي وثقافتي هتكون ايه، من كل ده من خلال اللغة. تعالوا مع بعض نشوف معاني الكلمات. معنى روعة جمال، معنى روعة جمال، معنى أصالة عظم، معنى أصالة عظم، معنى سلك سار فيه، معنى سلك سار فيه، معنى يحوي يشتمل على، معنى يحوي يشتمل على، معنى التراث ما تركه الأجداد، معنى التراث ما تركه الأجداد، معنى الفصيحة حسنة الألفاظ، معنى الفصيحة حسنة الألفاظ، معنى يتجزأ ينفصل،
دي كانت المعاني بتاعتنا. تعالوا نشوف المضاد. مضاد روعة قبح، مضاد روعة قبح. مضاد اختفت ظهرت، مضاد اختفت ظهرت. مضاد امتلأ فارغا، مضاد امتلأ فارغا. مضاد عامة خاصة، مضاد عامة خاصة. مضاد شائقا مملا، مضاد شائقا مملا. مضاد يتجزأ يتصل، مضاد يتجزأ يتصل. مضاد المعنوي المادي، مضاد المعنوي المادي. تعالوا مع بعض نشوف المفرد وجمعه. جمع المسرح المسارح، جمع المسرح المسارح. جمع الإنسان الأناسي، جمع الإنسان الأناسي. جمع الجنس الأجناس، جمع الجنس الأجناس. جمع الشاعر الشعراء، جمع القبيلة القبائل. جمع الشعر الأشعار، جمع مرحلة مراحل. يلا مع بعض نلخص ايه الدرس بتاعنا بتاع النهاردة في سؤال وجواب. لماذا أقامت المدرسة حفلا؟ ليه المدرسة عملت حفل؟ أقامت المدرسة حفلا احتفالا باليوم العالمي للغة العربية. برافو عليكم. بما بدأ الاحتفال؟ بكتابة لافتات وعبارات عن روعة اللغة العربية. ماذا يحوي صندوق الفرجة اللي كان الرجل بيحمله على كتفه؟ يحوي صندوق الفرجة عجائب الصور وغرائب القصص. لماذا فرح الجميع بالشعراء؟ ها؟ برافو عليكم، لفصاحتهم وأدائهم المميز. ما هي أسماء الخطوط العربية؟ إيه هي أسماء الخطوط العربية اللي الخطاط عرفها للتلاميذ؟ النسخ والرقعة والكوفي والفارسي والديواني والثلث. ما هي اللغة؟ اللي هو المدير بقى بتاع المدرسة هو بيقول في ختام الحفلة، قال ما هي اللغة؟ قال اللغة هي إيه؟ هي هوية الإنسان والشيء المعنوي الذي يدل على انتمائه وعرقه وثقافته. وبكده نكون خلصنا المعاني. يلا مع بعض نحل بعض الأسئلة. عايزين نوصل كل طفل برسالته، يعني كل طفل شكله ايه؟ انت ما تشوف شكله كده هتعرف ده مصري ولا اجنبي ولا جنسيته ايه، وهتبدأ توصلها بالعبارة اللي هو ممكن يقولها لنا. اول عبارة معانا بتقول كيف الحال؟ يا ترى مين هيقولها؟ شخص اجنبي زي اللي اول صورة، ولا شخص صيني، ولا شخص مصري؟ لا اكيد شخص مصري. تاني جملة معانا بتقول how are you، دوت مين هيقول الكلام ده؟ شخص صيني ولا شخص امريكي او اجنبي؟ لا طبعا هيقولها شخص امريكي او اجنبي، هيقول how are you. طبعا اخر واحدة دي برضو كيف الحال بس باللغة الصينية، طبعا هتبقى الولد الصيني هو اللي هينطق بها او هيقولها. نشاط جيم، اكمل بالكلمات المناسبة مما يلي. يلا مع بعض نقرأ الكلمات. تسلك يحوي تهلل التراث شائقا يتجزأ. تعالوا مع بعض نقرأ القطعة. حضرت أسرة أحمد إلى المدرسة في احتفال آخر العام الذي كان نقط العديد من الفقرات. ها الذي كان يحوي، ممتازين. وفوجئت بأداء أحمد على المسرح حيث ألقى شعرا من نقط باللغة العربية الفصحى. من ايه؟ من التراث. ثم تحدث حديث النقط عن اللغة العربية، حديث ايه؟ شائقا، وأنها جزء لا نقط من ثقافتنا. جزء لا ايه؟ يتجزأ. وبعد أن فرغ نقط وجه الجميع، ها، تهلل وصفقوا له. وعند عودته للمنزل فخر الأب بابنه قائلا أشجعك يا بني على أن نقط طريق الشعراء فأنت موهوب. أن إيه؟
تسلك. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، يارب تكونوا استفدتوا، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.